مع منشط أحمر بعد قليل. أهلا بكم. إمبراطوريات للفساد وسرقة المال العام تتشكل جنبا إلى جنب قرب مخيمات النزوح في الأنبار. مليارات تهدر في وقت ما زالت مدن الأنبار منكوبة بشكل كامل، ونازحون ينتظرون من يعيدهم إلى ركام منازلهم وأنقاض مناطقهم بعد أن واجهوا أقصى أنواع المعاناة بعد نزوحهم خلال العمليات العسكرية التي شهدتها المحافظة. في مقابل ذلك يبرز توجه حكومي لنقل صلاحيات الوزارات إلى الإدارات المحلية في المحافظات، توجه سيمنح المحافظين والمدراء العامين صلاحية التحكم ليس بالأموال فحسب بل بمصائر المواطنين، لتتسع أكثر إمبراطوريات الفساد على حساب الفقراء والنازحين والمواطنين. وفي مقابل ذلك أيضا رفض نواب وشخصيات في الأنبار هذا الإجراء واعتبروه خطوة لإعادة إنتاج الفساد بصورة جديدة عبر مشاريع البناء والإعمار المتلكئة. نتابع الآن أبرز منشطات حلقة اليوم ثم نعود لنفتح النقاش. السفير الأمريكي في العراق يعلن دعم بلاده لجهود العباد في محاربة الفساد، ويؤكد العمل مع مكتب رئاسة الوزراء للقضاء على الفاسدين. وزير الطاقة السعودي يعلن من البصرة توقيع 18 مذكرة في مجال الطاقة مع الحكومة العراقية، ويؤكد أن التعاون مع العراق في قمة أولويات المملكة. هيومان رايتس ووتش تتهم السلطات الاتحادية والكردية في العراق بانتهاك حقوق أشخاص من بينهم أطفال يشتبه بانتمائهم لداعش وإخضاعهم للتعذيب قبل التأكد من صلتهم بالتنظيم. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في اليمن، ونجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح يؤكد أن دماء والده ستكون جحيما يرتد على أذناب إيران. نفتح نقاش في ملفنا مع ضيفنا رئيس حركة تصحيح سيد كامل كريم الدليمي. سيد كامل أهلا بك معنا. إذا تعالت التصحيحات ضد إجراء نقل الصلاحيات صلاحيات الوزارات إلى الإدارات المحلية بكونكم ترون في هذا النقل وجه آخر من أوجه الفساد. شكرا جزيلا لكم ومساء الخير لكل مشاهدي شرقية. للأسف الكبير الأنبار اليوم أصبحت جرح عميق غارز في ضمائر لم تعد تهتم لامتهان كرامات المواطنين، وبالتالي لا نريد أن نذهب إلى محاولات جديدة في ترسيخ عمليات الفساد بأوجه جديدة. أنا بالتأكيد مع إعادة الصلاحيات للحكومة في كل المحافظات، بما أنه لحد الآن نحن لم نصل إلى نظام ديمقراطي واضح المعالم يعمل من أجل رفع المستوى المعيشي للمواطن وتقديم الخدمات للمواطنين، ولحد الآن احنا نمتهن الحزبية ونعمل ضمن دوائر ضيقة للتمدد الحزبي للكتل اللي ننتمي إليها ضمن المحافظات. فأعتقد من الخطأ الكبير أن تصبح مصائر الناس بيد أحزاب بداخل المحافظة حتى تتمكن من الانتشار والتغلب، وسيستشر الفساد في كل المؤسسات. لذلك أنا ليس مع نقل الصلاحيات بأي حال من الأحوال إلى المحافظات، ليس في الأنبار فقط بل في كل محافظات العراق حتى نحافظ على كل شعبنا. يعني سيد كامل، هل المشكلة في الأنبار بنقل الصلاحيات إلى المحافظين والمدراء العامين في كافة المحافظات أولهم الأنبار؟ هل هنا تكمن المشكلة أم من يمثل اليوم المواطنين من المسؤولين في داخل هذه المحافظة هم من يكونون المشكلة؟ لماذا اليوم لا نستطيع إعطاء هؤلاء المسؤولين الصلاحيات لإدارة المحافظة، لمعرفة ما تحتاجه المحافظة، لاستلام مثلا ملف إعادة الإعمار، لمعرفة متطلبات المحافظة؟ المحافظة مرت في ثلاث محافظين بهذه الفترة، ابتداء من السيد أحمد الخلاف وصولا إلى الأخ صهيب وصولا إلى الأخ محمد الحلبوسي ورؤساء مجالس اثنين. وبالتالي في قراءة سريعة لمشهد الأنبار
تشهدين أن الصراع السياسي واضح ويغطي يعني يغطي عملية الأداء الخدمي للمواطنين. أكو صراع سياسي للاستحواذ على المناصب، هذا الصراع السياسي مبني على أساس التمدد الحزبي وعلى أساس يعني صفقات فساد واضحة جدا للعيان. كل من اتبع عملية تغيير المحافظين وجد أن هنالك صفقات فساد في هذه العمليات، وبالتالي كنا نأمل من أي محافظ يأتي إلى المحافظة ينهض بالمواطن، يعيد النازح، يأمن سقف آمن، يأمن علاج، مستشفى، مدرسة لطفل. كل هذه الأمور لحد هذه اللحظة اللي احنا دا نتكلم بها أهل الأنبار يعيشون حالة بؤس. وأنا أيضا اليوم بما أنه السيد رئيس الوزراء أعلن أنه دا يكافح الفساد وأعلن الحرب على الفساد، لحد الآن لم يطيح بي ولا رأس من الفاسدين في المحافظات المدمرة أو في الأنبار مثلا. احنا اليوم بالمحافظات المدمرة أو في الأنبار الفاسد المفروض يحاسب حسابين، لأنه هو سرق مال السقف الآمن للمواطن، سرق لقمة العيش للفقير والمعوز، سرق سعر العلاج، سرق كل ما يجعل المواطن كريم. فبالتالي ليش أخلي هذا يتمتع ويسرح ويمرح بأموال سيد المواطنين؟ سيد كامل يعني تلوم السيد العبادي، ولكن على الفساد علينا أن نحاسب بشدة. طيب، ومن هذه النقطة سيد كريم يعني تلوم السيد العبادي لأنه لغاية الآن لم يطح برأس واحد من الفاسدين، ولكن لماذا لا تساعدون سيد العبادي بهذا الموضوع؟ وإذا ما جئنا على موضوع الأنبار كمحافظة، فالمحافظين يعني ألم تكونوا أنتم من ساعدتم بوصول هؤلاء المحافظين بكل أسماء التي طرحتها حضرتك قبل قليل لهذه المناصب؟ لماذا أعطيتموهم المناصب إذا لن يكونوا ولم يكونوا قدر المسؤولية؟ أولا أنا أبرئ نفسي من أي مسؤولية في اتجاه خيار أي محافظ، أبدا لم أتدخل في خيار أي محافظ، لأن أنا عرفتها عبارة عن صفقات سياسية تسوق لمشاريع سياسية معينة. لن يكون المواطن هو بالدرجة، مصلحة المواطن هي الهدف الأسمى للأخوة المحافظين أو حتى أعضاء مجلس المحافظة، ومن يتحمل المسؤولية الكبرى بهذا الموضوع هم أعضاء مجلس المحافظة اللي ارتضوا على نفسهم أن يغيرون آرائهم بعروض معينة أو لا يعني ما أريد أتدخل في تفاصيل، بس ولكن غيروا آرائهم لأكثر من مرة في اختيار المحافظين حتى يجيبون المحافظ اللي يعتقدون أنه ممكن أن يمنحهم ولاية أخرى من خلال منحهم مشاريع أو مساحات عمل ضمن ساحاتهم وعشائرهم ومناطقهم بعيدا عن المصلحة العامة للمحافظة. لذا هذا أولا. ثانيا، كل محافظ يأتي إلى المحافظة كنا نأمل من عنده أداء، وأداء لصالح المواطن. أنا اليوم من ابن الفلوجة قبل 4 أيام بالفلوجة يقول أنا اشتريت الدرجة الوظيفية ب10,000 دولار. ألم يكن عار على محافظتنا وعلى كل المسؤولين أنه درجة وظيفية تنباع ب10,000 دولار؟ طيب هذا قدر يدبر ال10,000، غيره ما يقدر يدبر 10,000. أكو أفواج من العاطلين في الأنبار، وين الاستثمار في الأنبار؟ ليش ما يطلعون يسألون على مشاريع الاستثمارية؟ المنظمات الدولية اللي دا تشتغل بالأنبار، الأموال اللي سلمت إلى محافظات الأنبار المتعاقبة وين راحت؟ وين انصرفت؟ منو حاسب عليها؟ شنو الآن اللي دا يصير في محافظة الأنبار؟ احنا دا نعمل من أجل الخدمات، لو دا نعمل من أجل التمدد السياسي. كثير من هذه الملفات يجب أن نقف عندها لسبب واحد فقط. اليوم ابن الأنبار أصبح يائس تماما، يائس من الحكومة المركزية ويائس من الحكومة المحلية، وأصبح لا يطيق سماع الكلام والشعارات. عندما تحكين وياه يقول لك يابا احنا هذا حالنا، 50 يتيم بالفلوجه ما حد يقدر يكفلهم، 50 يتيم ضربوا ابوهم وامهاتهم الان اتصلوا بي امس من الفلوجه، ماكو دفاتر، ماكو كتب منهجيه بالمدارس حتى يدرسون الاطفال، المعلمين يروحوا يحاضرون ببلاش وما لهم حق يطالبون بالتعيين. هذه الملفات من يعيشها؟ اعمار بالمحافظه ماكو، صندوق اعاده اعمار المناطق المدمره لحد الآن يروح يبلط شارع ويبني مدرسة. المدرسة لمن أبنيها إذا أهل المدرسة طلابة ما راجعين بعدهم بالمخيمات؟ الشارع لمن أبلطه إذا الناس ما عايدة إلى مناطقها؟ وإذا عاد البيت لقى بيته مهجوم، ماكو تعويض، ماكو قروض ميسرة. هذه واجبات الحكومة المحلية والمحافظ اللي المفروض ينهض بها بأسرع ما يمكن ويكون صوته أعلى صوت، لأن هو ده يحمل أمانة محافظة متضررة مجروحة. هي سيطرة الصقور،
لحد الآن تمتهن كلامات الناس في سيطرة الصقور، ما طلعوا حلوا والله سوينا فرع آخر وثالث ورابع، كل كلام لحد يعني الآن ساعات لغاية الآن لازلنا كما قلت بالكلام والبيانات والشجب لكل هذه الأفعال. مستمرون معك بطبيعة الحال في حوارنا، ولكن دعنا نتوقف قليلا. لنكمل الحوار مع ضيفنا سيد كامل كريم الدليمي. سيد كامل، يعني عمليا دعنا نتحدث، كيف سنعيد الأنبار إلى سابق عهدها؟ كيف يمكن إعادة بناء يعني البنى التحتية، إعادة كما تفضلت قبل قليل المدارس، الشوارع، كل ما تتطلبه يعني حتى تعيد الحياة في هذه المحافظة؟ كيف سنعيد الحياة لها إذا كنا غير قادرين على مسك ملفات مهمة ويعني البت في هذه الملفات؟ لأن رؤوس الفساد اليوم يعني ممكن أن تقوم بإنشاء إمبراطوريات لفسادها في داخل هذه المحافظة، أو حتى الكلام ينطبق على بقية المحافظات. الأنبار لن تعود إلا أن يشرع السيد العبادي بضرب رؤوس الفساد. لن تعود الأنبار، الأنبار ما تعود بالشعارات، الأنبار ما تعود بالكلام والتصريحات الصحفية، الأنبار تعود عندما تضرب رؤوس الفساد، والمال اللي يصرف إلى الأنبار يصرف من أجل خدمة أهل الأنبار. هذه الطريقة اللي تعاملوا بها ويانا، امتهان كرامات الناس بالطريقة اللي شفتها بالأنبار، والله هي قشعر لها الأبدان. يعني اللي دا يصير بالأنبار، من تروحون لعوائل الأنبار، عم الأنبار مستشفاها بدار الأطباء غرف بائسة غير قادرة عن تقديم خدمات، جهاز واحد غسل الكلى بالخالدية والعالم لازم يسرع عليه، ومواطن ما يقدر يغسل كليته. وين الحكومة المحلية؟ إذا بقينا وين السيد المحافظ؟ إذا بقينا بهذه الطريقة، اليوم شرعنا بمشروع انتخابي، اليوم دا نشتغل انتخابات، راحت الكتل السياسية دا تروح تشتغل ترقص على جراح أهل الأنبار، اليوم دا يتراقصون على جراح أهل الأنبار من خلال الشروع بمشاريع انتخابية بعيدة عن خدمة. خلونا مشروعنا الانتخابي الأصلي كيف نعيد المواطنين إلى مساكنهم، شلون نعبر لهم بيوت؟ ما نقدر نبني لنا 2000 3000 وحده سكنيه واطئه الكلفه حتى نعيد الناس الى مساكنهم. صندوق اعمار اعاده الاعمار ما نقدر نستثمره في هذا المجال، ما نقدر نستثمر اي مبالغ تجينا من المنظمات في احنا نضع المشاريع اللي 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 محتاجينها. الان اللي دي يصير غير هذا تماما، اللي دي يصير انه نروح نغير رؤساء وحدات اداريه هنا وهناك مواليه للمجلس او مواليه للمحافظ، وهذا غلط كبير، مو هذا واجبنا. احنا جينا استلمنا امانه حتى نعيد المحافظه الى سابق عصرها، نعيد كرامات الناس اللي بدعوا يشعرون بالقلق الدائم، بالبؤس الدائم، بالفاقه الدائمه. ما معقول ابن الانبار اليوم ما يقدر يعيش، ما يقدر ياكل، والله عيب، والله عيب على المحافظة وعيب على الحكومة. طيب سيد كامل، قدموا أسماء، قدموا أدلة للحكومة حتى يستطيع سيد العبادي ضرب رؤوس الفساد التي تتحدث عنها. الحكومة لديها التفاصيل كاملة، الحكومة لديها التفاصيل كاملة، وهيئة النزاهة لديها الملفات كاملة، وكل من يقول أنه ماكو أسماء وماكو ملفات وماكو أبدني العشرين شغل هيئة النزاهة. يعني سيد كامل، يعني كلامك يعني بأن الحكومة هي المتسترة على الفساد وهي تحارب الفساد؟ الآن مثل ما شرعنا بمحاربة داعش، مثل ما تقدمت القطعات ودفعت تضحيات وحققت النصر، الآن السيد العبادي أعلن محاربة الفساد. خلي نشوف النتائج، خلي نشوف النصر اللي يتحقق في محاربة الفساد. هل يحافظ لي على روح النصر اللي تحقق في محاربة داعش؟ الحقيقة ضرب الفساد
سيحافظ على روح النصر اللي تحقق على داعش. ضرب الفساد سيعيد العراق إلى سابق عصره، بلد ريادي محوري بالمنطقة، سيكسب احترام الناس. كل الناس بدأت تنظر لنا وكأنه كل السياسيين حرامية. من تحكي وين ما تحكي قال لك أنتم سياسيين حرامية. احنا مو حرامية، الحرامية موجودين على الدولة اليوم أن تحاسبهم، أن تقدمهم للقصاص العادل، أن ترجع كل دينار أخذوه اللي هو حق المواطن، حق الطفل، حق الكبير. اليوم أكو عوائل تئن تحت برد الشداء أو قسوة الصيف وإحنا ساكتين وإحنا مأدين قسم أنه إحنا لازم نحافظ على أموال الدولة ونحافظ على الدولة. لا يمكن الحفاظ على الدولة إذا ما تضرب كل رؤوس الفساد، وعملية المحاباة في محاربة الفساد هذا شيء غير مقبول، سنقف ضده جميعا. أنا أعتقد بنفس المجهود بنفس القوة اللي الحكومة حاربت به داعش بل ستكون أقوى في محاربة الفساد، وسنكون كنا بجانبها، ولكن عندما بدون محاباة، لا هاي الجهة على حساب ولا هذا المكون على حساب ولا هاي المحافظة على حساب المحافظات الأخرى، سنكون يدها وسنكون احنا من نغذيها بالمعلومات وهي المعلومات تعرفها. بس ان لا نبقى هو يعني محافظة تدار فقط، هاي هي بطريقة روحوا هاكم والله وياكم، ماكو حساب ماكو كتاب. ايش قد صار صرفة المحافظة خلال 4 سنين؟ شنو المشاريع اللي ظاهرة في المحافظة الان؟ اي مشروع طلع عندنا بالمحافظة؟ اقدر ابشرش بمعلومة اي محافظ يصير قبل ما يتولى المنصب يقول لك اني في خدمة كلها للانبار، من يتولى المنصب نفقد الاتصال به، حتى على التليفونات يقوم ما ينجاوب حتى نقدر ننقل له معاناة المواطنين، يابا عندك خلل في فلان منطقة، أخي أكو ضرر بفلان منطقة، حتى على الهواتف يقوم ما يجاوبون، يعني بالتالي شلون راح يعرف شلون يقدر يدير المحافظة يعني سيتكامل بعقلية حزب مو بعقلية ابن محافظة. اليوم ربما مصلحة الفاسد السير بهذه الطريقة، ولكن عندما نتحدث عن نقل صلاحيات الوزارات إلى الإدارات المحلية إلى المحافظين إلى المدراء العامين، هذه الصلاحية ستتحكم ليس فقط الأموال التي تمنح من صندوق إعادة الأعمار أو الأموال المخصصة إلى المحافظة، ولكنها تتحكم بمصائر المواطن الأنباري وأيضا مستقبل هذا المواطن. أريد التوقف مرة أخرى ولكن مستمرون معك في الحوار. بالعودة لإكمال الحوار مع ضيفنا سيد كامل كريم الدليمي. سيد كامل، كم من العقود أحيلت بسبب الفاسدين ولم يتم الاستفادة منها في الأنبار؟ كم من رؤوس الفساد الذين تحكموا بالمال العام في داخل الأنبار ولم يتم محاسبتهم؟ إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الآن وبهذه الوتيرة التي هي ربما لا تتصاعد ولكنها بنفس السياق بالنسبة إلى الفساد، إذا ما استمرينا في هذا النهج إلى أين سنأخذ المحافظة؟ هل يمكن إعادة أهلها النازحين إليها؟ أنا أؤكد على عبارة مهمة جدا، أمن العراق، أمن العراق بأجمعه يمر عبر بوابة الأنبار، وإذا ما استقروا أهل الأنبار ووجدوا حالة يعني فرص العيش الكريمة أعتقد العراق كله لن يكون أمين. وبالتالي على الأنبار أن تسلم بأيادي أمينة، بأيادي قادرة على أن تحقق العدالة الاجتماعية. ملفات فساد كثيرة وأموال صرفت كثيرة، ولحد هذه اللحظة اللي احنا نتحدث بها لم يحاسب ولا شخص من الشخصيات على الأموال اللي صرفت واللي صار بها يعني فساد كبير جدا جدا. حرم أهل الأنبار من أن يعادون إلى المحافظة وأن يترسخ السلم المجتمعي بهالمحافظة. بالعكس اليوم عندي تيار شبابي بكاملة فاقد أي فرصة عمل، خريجين جامعات من البنات من الشباب كلهم قاعدين يعني أفكار مضطربة، هذا معرض أن ينجرف بأي اتجاه لا سامح الله.
ليش نحرم بلدنا من طاقات شبابية؟ ليش نخسر أبنائنا وإحنا قادرين على حل مشاكلهم؟ إذا استمر ملف الأنبار يدار بهذه الطريقة دون محاسبة الفاسدين، دون الوقوف على كل العقود إن كانت عقود استثمارية أو تنفيذ مباشر، ومحاسبة من أهدر المال وعوضوا أهل الأنبار على المال اللي انهدر، فأني أعتقد لن يعودون أهل الأنبار إلى أماكنهم، ولن تعود الأنبار بوابة أمان وصمامة أمان لكل العراقيين. طيب سيد كامل، ولكن يمكن هذا الكلام أيضا موجه للحكومة المركزية. نعم يعني، ولكن يمكن أن يقال عن هذا الكلام بأنه كلام انتخابي في هذه الفترة يتم فيها استثمار معاناة الناس، ولا توجد أصلا يعني مخصصات لإعادة إعمار المحافظة. أربع سنوات إحنا نتحدث في هذا الكلام، منذ بدء عودة المؤجرين وتحرير المحافظة إلى اليوم نحن نفس الكلام، لم يتغير صوتنا العالي في محاربة الفساد وإعادة النازحين وتعويض المتضررين، لم نتغير. لذلك أنا ما همنا أكو انتخابات أو ما أكو انتخابات، مو هذا الأمر. انتخابات الحقيقية ورصيد الحقيقي عندما يعودون أهل الأنبار ويحسون بكرامتهم الحقيقية كمواطنين. يعني رصيدي الحقيقي عندما أشعر أن العراق آمن من خلال بوابته الغربية، من خلال أهل الأنبار، يعني أهل الأنبار استقروا وقعدوا. فهذا مو أنه يقال الكلام أنه إحنا عندنا، هذا يقال الكلام لأصحاب المسؤولية داخل الأنبار عندما يستثمرون مناصبهم للانتشار الانتخابي والتمدد وإعلاء صوتهم في معالجة ملفات النازحين، وهم صار لهم بالمسؤولية يعني أشهر وسنين وما قدروا يقدمون للنازحين شيء ولا قدروا يقدمون له. أنا أقول لك رحلات في المدارس الآن ماكو، فرص عمل ماكو، يعني أي شيء أي يعني بطبيعة الحال سيد كامل هي تحتاج إلى وقفة حكومية ممكن أن إذا كانت الحياة محلية أو حتى مركزية لإعادة الأنبار إلى سبق عهدها. سيد كامل كريم الدليمي رئيس حركة تصحيح، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم من جديد في ملفنا الثاني. علي عبد الله صالح الرجل الذي قال ذات يوم إن حكم اليمن يشبه الرقص على رؤوس الثعابين تحول إلى واحد من أبرز اللاعبين والمتحكمين بمفاتيح السياسة اليمنية، ويوم مقتله لن ينساه اليمنيون ومشاهده ستظل محفورة في الذاكرة لأمد بعيد، ولن تقل المرحلة المقبلة صعوبة عن مرحلة ما قبل مقتل صالح، بل أن جميع الآراء تتفق على أنها مرحلة صعبة ستلقي على عاتق الحكومة اليمنية بقيادة عبد رب منصور هادي مهمة القضاء على الحوثيين أولا ثم إعادة الأمور إلى نصابها في اليمن. نتابع الآن التقرير الآتي ثم نعود لنفتح النقاش. تصعيد خطير تشهده الأوضاع في اليمن مع مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الحوثيين. هذا التصعيد بدا واضحا من خلال إعلان الجامعة العربية على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط أن اغتيال صالح يهدد بانفجار الأوضاع الأمنية على الأرض، داعيا المجتمع الدولي إلى إدراك خطر ميليشيات الحوثي وتخليص الشعب اليمني من هذا الكابوس الأسود. أما أحمد نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح فقد دعا في تصريحات نقلتها وكالة رويترز الشعب اليمني إلى الثأر لوالده، مؤكدا أنه سيقود المعركة حتى طرد آخر حوثي وتحرير البلد بالكامل، وأن دماء أبيه ستكون جحيما يرتد على أذناب إيران. بدوره دعا الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي جميع اليمنيين إلى الانتفاض ضد الحوثيين، مؤكدا أن صنعاء ستعود عربية وتنتصر كما كانت. أدعو جميع أبناء شعبنا اليمني في كل المحافظات
التي لا زالت ترزح تحت وطأة هذه الماليشيات الإجرامية الإرهابية إلى أن تفاض في وجهها ومقاومتها ونبذها، وسيكون جيشنا البطل المرابط حول صنعاء عونا وسندا لهم، فقد وجهنا بذلك. كما أدعو كل قواعد وقيادات حزبنا الكبير المؤتمر الشعبي العام للتوحد خلف قيادتها الشرعية وخلف الشرعية الدستورية التي كانت تستظل خيمة وطنية لكل أبناء الوطن من المهرة إلى صعدة. تداعيات مقتل صالح لن تمر مرور الكرام بحسب السياسي المقرب من المؤتمر الشعبي العام والتحالف العربي عبد الملك اليوسفي، الذي أكد أن ميليشيا الحوثي ابتلعت سما كبيرا اسمه دم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. لا مكان للحوثي في مستقبل اليمن. اليوم الحوثيين ابتلعوا سم كبير اسمه دم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. اليمن تتطهر من القاذورات البشرية التي طفت على المشهد وسممت الحاضر وهددت المستقبل، شكلت تهديد لليمن، تهديد للمحيط العربي، تهديد للمحيط الإقليمي، وتهديد للأمن والسلم الدوليين. الواقع الحالي أنه الآن الحوثيون في ورطة كبيرة. هم يعني بنوا شبكات تحالفاتهم على شبكات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. يعني الرئيس السابق علي عبد الله صالح دعمهم كثير، والغدر الذي قاموا به اليوم والتمثيل بجثته والحماقة الكبيرة التي ارتكبوها في حق الشهيد الرئيس السابق علي عبد الله صالح هي ستجعل كل تحالفاتهم تعيد حساباتها معهم. مراقبون قرأوا المشهد اليمني على أنه بداية نهاية الحوثيين الذين قتلوا أنفسهم أمام الشعب اليمني باغتيالهم الرئيس السابق، الذي أثار مشهد موته مشاعر اليمنيين وسخطهم على قاتليه. نفتح النقاش في ملفنا مع ضيوفي، كل من الدكتور وليد العوامر باحث متخصص في الشأن اليمني ضيفي في الاستديو، وأيضا سينضم معي لاحقا من بغداد أستاذ العلوم السياسية سيد قحطان الخفاجي. أرحب بك دكتور وليد. اليمن إلى أين تتجه؟ هنالك ثلاث سيناريوهات مطروحة: ثورة تطرد الحوثيين، أو يعني مصالحة سياسية، هذا ما طرحته إيران بطبيعة الحال، بين القبائل وبين يعني الثوار أو المنقلبين بغض النظر عن أسمائهم حاليا، أو تدخل عسكري ينهي ما يحدث اليوم في اليمن. أيهما أقرب من هذه السيناريوهات للمرحلة؟ البداية مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. يعني أعتقد أنه الحالة اليمنية الآن بدأت تتضح فيها الحسم نوعا ما، بمعنى أنه مقتل الرئيس علي عبد الله صالح من قبل حلفاء الأمس الحوثيين أعتقد أنه سيؤجل ذلك الوضع في اليمن بشكل كبير جدا، بمعنى أنه هذا يمثل انتصار لإيران في اليمن، وبالتالي علي عبد الله صالح كان مقرب أكثر، وكما صرح قبل يومين في مؤتمره الصحفي أن تقارب لديه تقارب أو نية للتقارب مع التحالف العربي. أيضا شن هجوم عنيف جدا على الحوثيين، وبالتالي هذه حقيقة كانت بداية لانفصاله عن الحوثيين. وبالتالي أعتقد أنه الوضع اليمني الآن باتجاه مزيد من العنف، وبالتالي لا بد أن يكون هناك إعادة حسابات من قبل التحالف العربي مع حزب المؤتمر الشعبي. هذا ضروري جدا، بمعنى أنه القوة الموجودة الآن في اليمن في صنعاء بالذات، الحوثيين سوف يشعروا بنشوة النصر بعد مقتل علي عبد الله صالح. وأعتقد اليوم يعني لاحظنا العمليات التي قاموا فيها، وبالتالي يعني كل تصريحاتهم أشارت إلى أنه علي عبد الله صالح هو الرمز الذي من خلاله سوف تسقط كثير من الأقنعة الأخرى أو الرموز الأخرى في الدولة اليمنية. الدولة اليمنية متجهة نحو مزيد من التصعيد والدماء.
طيب يعني في ظل يعني التسارع الأحداث في اليمن وتغطيتنا المستمرة منذ يوم أمس ولليوم لهذه الأحداث من خلال عواصم عربية وعالمية أيضا، نتوجه إلى بغداد مع أستاذ العلوم السياسية سيد قحطان خفاجي. سيد قحطان، يعني إلى أي مدى الاضطراب الحاصل اليوم والضبابية في اليمن سيلقي بظلاله على بقية المنطقة، وكيف يمكن لإيران أن تستغل هذا الموقف لصالحها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بك وبالضيف وبالمشاهدين الكرام. طبعا رغم تداخل الساحات الاقليميه فيما بعضها البعض، لكن ارى ان مقتل علي عبد الله صالح ستنحصر تاثيراته في صنعاء فقط وفي اليمن فقط، لا تاخذ ابعد من ذلك. لماذا؟ لان وضعيه صالح بالذات هي التي جعلت الامور تختلف. تذبذباته وعدم استقراره وتنقله من خندق الى اخر جعل الامور تختلف، ولكن بالمحصله النهائيه اتوقع ان هذا الحدث لصالح ايران، لصالح الحوثيين. ستمر هذه الفتره الايام القليله القادمه بغلبه واضحه لصالح الحوثيين، ولكن اتوقع سرعان ما تعود الامور الى نصابها وقد يعود التحالف او يعود جماعه صالح وعبد ربه الى الساحه من جديد بحياه افضل مما هم عليه الان. طيب دكتور وليد، يعني نتحدث عن يعني ربما نقول بأن الانقلاب أو التحالف الانقلابي تمزق عندما انسحب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من هذا التحالف مع الحوثيين، ربما كانت نقطة تحول في اليمن لدخول التحالف العربي إلى أرض المعركة بشكل أقوى. هل اليوم سيستخدم التحالف العربي هذا السيناريو ليكون حاضرا يعني كسب الوقت لصالحه ومن ثم يعني حصر الحوثيين في مناطق معينة لغاية التخلص منه؟ لا شك سيدتي، يعني أعتقد أن وجود ابن علي عبد الله صالح أحمد في الإمارات، وكان فعلا في ترتيب معين أنه يتم من خلال نجل الرئيس السابق أن يكون الدخول بقوة لضرب الحوثيين بعد يعني وعود بأن يستلم وزارة الدفاع في اليمن. لذلك أعتقد أنه السيناريو المقبل في اليمن أن هناك تحالف سيكون ما بين التحالف العربي مع حزب المؤتمر الشعبي ومع قوات صالح. نتكلم عن حوالي ما يقارب من 15,000 من حرس الجمهوري، هؤلاء كانوا إلى جانب علي عبد الله صالح، وبالتالي هذا التحالف الثلاثي سيؤدي أو سيقود بالتالي إلى حصر الحوثيين في مناطق ضيقة. قد تحاول إيران تدعمهم، هم نفس الشيء، هم كما ذكرت أنه نشوة النصر سوف تدفعهم إلى مزيد من التقدم، ولكن أعتقد أنه يعني من تصريحات العالم كلها، دول الخليج كلها، يعني حتى إذا لاحظنا بتصريحات السعودية التي كانت تلقب السابق علي عبد الله صالح المخلوع أصبحت الآن مصطلحات جديدة، الرئيس السابق إلى آخره. وبالتالي المجتمع الدولي، المجتمع العربي، الكل مجمع على أنه الحوثيين ارتكبوا جريمة بالتضاف إلى جرائمهم السابقة، وبالتالي أعتقد أنه هذه الجريمة سوف يعني تضيق الخناق على الحوثيين أكثر، سيكون هناك تضييق من خلال الجبهات اللي هي عبد ربه منصور هادي الشرعية، التحالف العربي، أيضا سحب الحرس الجمهوري إلى صالح التحالف العربي. وهو لا شك أنه يعني تصريح اليوم شاهدنا تصريح نجل علي عبد الله صالح بأنه يدعو اليمنيين إلى ضرورة الثأر لوالده، وبالتالي سيكون الثأر من خلال التحالف العربي والتأييد العربي لهم، وبالتالي القادم الآن سيكون هناك تضييق واضح على الحوثيين بشكل كبير جدا. لا شك أنه الخاسر راح يكون للأسف المواطن اليمني، المدنيين اليمنيين سوف يكونوا خاسرين في هذه العملية. طيب يعني سيد قحطان، استمعت إلى الدكتور وليد يقول هذا التحالف ربما سيضيق الخناق على الحوثيين، ولكن أيضا للحوثيين اليوم يعني باع طويل في الحرب في اليمن، يعرفون كل يعني طرقها ويعرفون كيف يستطيعون إعادة يعني الأمور إلى مجراها بالنسبة لهم. هل اليوم سنشهد حرب أهلية أشرس من التي شهدناها طوال الفترة الماضية، وخصوصا مع النقمة ويعني الدفع بالثأر لمقتل الرئيس السابق؟ نعم، بلا شك أن الحوثيين يمتلكوا خبرة كبيرة، ولا شك أنهم يمتلكون حس أيضا استخباري جيد
وواضح بالساحة، ودليل على ذلك أن تم متابعة الرئيس السابق وتم اغتياله، علما أن هناك أراء تذهب إلى أن هناك تآمر إلى حد معين، أو هناك خبر قد سرب من أحد أصدقاء قربين من صالح. المهم لا يملكون هذا الشيء. بالمقابل أيضا نحن الآن سنكون بعد فترة قليلة كما قلنا قبل قليل فترة نصر جهو تقدم سريع واسع إلى الحوثيين، ولكن سرعان ما سيجعل سيلملم حالة الجانب التحالف الشرعي، سيما نحن نتحدث عن نعم 15 أو 20 ألف مقاتل مدرب عسكري حرس جمهوري سينضمون إلى التحالف الدولي. التحالف الدولي الآن سيكون له فرصة أكثر وأكثر فاعلية، لأنه سيمتلك عناصر قوة في داخل صنعاء، وعائلة صالح هي كبيرة بالتأكيد كما هو معروف، من أكبر العشائر اليمنية. الولاء أيضا لشخص أحمد من قبل العسكر ومن قبل الشعب ولاء كبير. أنا شخصيا أحمد أعرفه شخصيا، له شعبية واسعة في داخل اليمنيين. أتوقع هذه الأمور ستعاد ترتيباتها، ولكن هالفترة سوف لن يسمح الحوثيين مجالا للتحالف الدولي العربي أن يأخذ مدى، سيستعجل في متابعة عناصر المؤثرة بالحرس الجمهوري، عناصر المؤثرة في الاجتماعيات العشائرية المتابعة والموالية إلى صالح. ولكن كما قلنا قليلا سيكون هذا المتغير لصالح التحالف الدولي لاحقا عندما يتمكن من إعادة ترتيبة البيت بإدارة أحمد صالح وعبد ربه والحرس الجمهوري، كذلك العشائريين، كذلك العنق الدولي. إذا نتوقع أن بعد حين سيتراجع الأمر لصالح الشرعية ولصالح عبد ربه ولصالح الجانب الدولي. إذن سنناقش يعني هل ستشتد حدة المواجهات مع الحوثيين التي قد تجعل مستقبل اليمن دامي ومجهول، أم يعني حسمت هذه المعركة باغتيال الرئيس السابق؟ ولكن دعونا نتوقف قليلا. لإكمال الحوار مع ضيوفي دكتور وليد، يعني هل ستشتد حدة المواجهات مع الحوثيين والتي ستأخذ بطبيعة الحال اليمن إلى يعني مشهد دامي جدا، أم يمكن أن نقول بأن المعركة انتهت باغتيال الرئيس السابق وسيطر الحوثيون على اليمن بطبيعة الحال بمساندة إيران؟ سيطرة الحوثيين لغاية الآن على الرغم من تحالفها السابق مع علي عبد الله صالح، لاحظنا أنه كان سيطرتها على مناطق محددة، وأعلنت يعني التحالف العربي والرئيس هادي أنه تقريبا 75% من الأراضي اليمنية محررة لصالح الشرعية، بمعنى أنه مع وجود علي عبد الله صالح سابقا مع الحوثيين لم يستطيعوا أن يسيطروا على الدولة اليمنية. الآن التضييق، يعني التحالف العربي يمتلك سلاح قوي جدا الآن كما ذكرت، اللي هو يعني الحرس الوطني، الغطاء الجوي الذي يمتلك الآن التحالف العربي، أيضا الدعم الدولي أعتقد سيكون يعني له دور أساسي في توجيه المعركة لصالح الشرعية والتحالف العربي. وبالتالي السيناريو الأقرب الآن أنه اليمن خلال المرحلة القليلة المقبلة ستواجه يعني حرب دامية، وكما نعلم اليمن القبلية والعشائرية في اليمن أقوى من الأيديولوجيا إلى آخره. يعني علي عبد الله صالح من قبيلة كبيرة جدا، قبيلة حاشد، وهي من أكبر القبائل في اليمن، سيكون هناك نوع من الثأر، بمعنى انه يعني توجيه ونجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح عندما خاطب اليمنيين خاطبهم من منطلق ثأري، انه الثأر لوالده وليس يعني الثأر من اجل الحزب المؤتمر الشعبي، او هو تكلم عن وهو يعرف عقلية اليمنيين وخاطبهم بهذه العقلية. وبالتالي المقبل الان على اليمن اعتقد انه يعني حتى القبائل اليمنية سيكون وجهة نظرها او توجهها انه
تتجه نحو القبلية أكثر وتعود إلى قواعدها الأساسية اللي هي من خلالها يعني تحاول أن تحصر أيضا حتى الحوثيين. لذلك لاحظنا حتى بالاحتفالات التي ادعت طبعا بعض القنوات بمقتل علي عبد الله صالح محدودة جدا، وقنوات بدون ذكر أسمها يعني محددة ومحسوبة على جهات معينة. وبالتالي كل ما يشاع على أنه اليمنيين الشعب كما يذكر أنه هناك احتفالات بمقتل علي عبد الله صالح هو غير دقيق، وبالتالي اليمني 10% الحوثيين من الشعب اليمني. طيب يعني سيد قحطان، في ظرف يومين القوات التابعة لصالح استطاعت استعادة وزارات ومناطق من الحوثيين بشكل لافت، هل يعني ذلك بأن الحوثي اليوم فقد قدرته على مسك الأرض كونه لا يحمل معه أو لا يوجد بظهره الشعب اليمني الذي وقف من قبل ضد الانقلاب ومع الانقلاب بانقسام الآراء ومختلف هذه الآراء؟ هل هذا يعني بأن المرحلة المقبلة ربما تكون نهاية للحوثيين لأنهم لم يستطيعوا في ظرف يومين الوقوف أمام قوات صالح؟ هو هذا الصحيح، يعني كما أظن أضف إلى ما أكد زميلي وأن الحوثيين كان معهم صالح ومعهم الحرس الجمهوري لم يفعلوا شيئا فعالا واضحا، فما بالك الآن أن أمور تغيرت كثيرا. اثنين، نعم أن صالح يملك شعبية واسعة وإدارة واسعة والجيش الذي معه يملك قدرات واسعة، لذلك لم يستطع الحوثيين خلال الأيام السابقة الاثنين السابقة أن يكونوا أو يجارون الحرس الجمهوري الرئاسي. سأضافت العملية الآن عملية اغتيال الرئيس داعم آخر أو دافع آخر واعز آخر للمقاتل في الحرس الجمهوري أن يثأر وأن ينتقم وأن يحرر وأن كذا. إذن أتوقع أن النشوة التي الآن يعيشها الحوثيين هي مؤقتة، علما أنني أقول أنها هي ضربة معلم كما يقولون مثل الشعبي من قبل الحوثيين عندما ضربوا علي عبد الله صالح لكي يتوقعون ينهون شعبيتي باعتبار أن المجتمع العربي يؤمن بالرمزية والشخصنة وما سبب ذلك. أنا أتوقع لا، المسألة أبعد من ذلك، المسألة مسألة عشائرية، المسألة مسألة انتماءات. ولا ننسى أيضا طبعا إلى حد معين هناك كثيرين من اليزيديين واليزيدية مؤيدين إلى على عبد الله صالح وهو كذلك من عشائر تنتمي الى هذا المذهب. اذا النشوه الان مؤقته. نعم. عمليه اظهار ان قتل صالح يعني انتصار الحوثيين مبالغ به، ولكن نعم سيدفع الدم كثير في صنعاء باعتبارها متداخله ما بين الطرفين، ولكن محصله النهائيه سيكون الغلبه في توقعي لصالح الدوله اليمنيه. نعم سيد قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك، وشكر أيضا موصول لضيفي في الاستوديو الدكتور وليد العوامر الباحث المختص في الشأن اليمني، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. لقاء يتجدد بكم يوم غد بنفس التوقيت بإذن الله.